الأخ يسأل عن حكم حضور حفلات الزواج بلا دعوة، كذلك المرأة التي لا تدعى وتذهب للزواجات بلا دعوة، وهي لا تعلم أن أصحاب الزواج يرضون بذلك، لأن من علم أن أصحاب الزواج يرضون بذلك لا بأس بحضور، وإن كان هذا لا يستحب لكن يكون جائزا لأن يعلم أنهم يرضون. أما إذا كان لا يعلم أنهم يرضون، إذا كان لا يعلم أنهم يرضون فإنه يمنع الحضور من ذلك. وهذا هو الطفيلي الذي يذكره الفقهاء، حتى ذهب فقهاء الحنابلة كما في المغني إلى من يذهب إلى الدعوات بلا دعوة ترد شهادته، واختار هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله وجعل هذا هو الطفيلي المذموم، لأن هذا يأكل من طعام الناس بلا دعوة، ولأن هذا يستبيح حقوق الناس ويدخل بيوتهم بلا دعوة، فيأكل من الطفيليين الذين ترد شهادتهم. وهذا المشهور، هذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فعلى هذا يحذر الإنسان يذهب إلى بيوت الناس بلا دعوة ولا يعلم أنهم يرضون بذلك. كذلك المرأة لا تمكن من الذهاب للأعراس بلا دعوة وهم لا يرضون بذلك. هؤلاء طفيليون وفي مذهب الإمام أحمد ترد شهادتهم.